إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من فترة طويلة الإعلامي عمرو أديب عمل لقاء مع الأنبا بشوي سكرتير المجمع المقدس، وتكلموا عن رأي الكنيسة المصرية في تطاول زكريا بطرس على الإسلام والإفتراء على رسول الإسلام بصفة مستمرة. فكان رد الأنبا بشوي أن زكريا بطرس هو الكاهن الوحيد في تاريخ البابا شنودة اللي تم إيقافه بقرار من المجمع المقدس، لكن ليه تم إيقافه ومش شلحه؟ الكاهن الوحيد في تاريخ البابا شنودة اللي توقف بقرار من المجمع المقدس، هو ده الوحيد. طب ليه ما تشحش؟ ايوه لماذا؟ وقلت انه خارج عن تعاليم المسيحيه. أيوة. لماذا لم يشلح؟ ما انا جاي لسيادتك. اتفضل يا فندم. عايزين مجلس حكماء نصه مسيحيين ونصه مسلمين في مصر، يعني حتى لو يرأس الجانب ده والجانب ده شيخ الازهر والبابا شنوده. ماشي، او مندوبين عنه يحطوا ميثاق لاحترام الاديان، يتحول هو في قانون اوريدي. لكن انا عايز الميثاق ده ياخد سلطه، مجرد امنع حد يجرح في المسيحيه، وانذار لمده اسبوعين، بعد الاسبوعين دول اشلح لك زكريا بطرس. شلح مشروط. معنى كده ان شلحه مشروط، وللاسف مازال زكريا بطرس يواصل هجومه على الاسلام ونبي الاسلام، وطلع على قناه الفادي المسيحيه يطعن في الاسلام والقران ويسيب نبي الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ده مسطول مسطول سكران كتب القران. حطها شعار كده تنزل كده في الفيسبوك على مسؤوليتي، نزلوها في الفيسبوك وقولوا القمص زكريا بطرس يقول مسطول سكران كتب القرآن. ودي مش المرة الأولى اللي زكريا بطرس بيسب فيها الإسلام ونبي الإسلام، لأنه قال قبل كده رسول الإسلام قوادا. وأنا كمسيحية سابقة واعتنقت الإسلام عن قناعة تامة، بوجه رسالتي للقمص زكريا بطرس وبقول له إن أنا كنت من الناس اللي كانوا بيسمعوك، وكنت للأسف مصدقة كلامك، ولكن لما ربنا أراد عرفتك وعرفت حقيقتك وكذبك وافتراءك على الإسلام، ولما بحثت على كل الكلام اللي بتقوله لقيته كله كذب وتدليس. فنبي الإسلام اللي أنت بتهاجمه هو أشرف خلق الله، والقرآن اللي جه بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرم المسيح وأمه السيدة مريم في أكثر من موضع، فقال سبحانه وتعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إني سميتها مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. جعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ده كان تكريم المسيح والسيدة مريم في الإسلام. أما أنت وكتابك اللي بتؤمن بيه أهنتوا المسيح وخلتوه من نسل زواني وإنه جه من نسل ساقط، لأن المسيح بالجسد
أتى من النسل البشري المخطئ. الكتاب يقول الجميع زاغوا وفسدوا معا. نعم. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع. وقد ولد من هؤلاء ليكون نائبا عنهم، مش ليرث خطيتهم، ليكون نائبا عنهم فاديا لهم. فجاء من هذا النسل الساقط طبعا. نعم. هيجي من ملائكة؟ مش مفهوم عندكم الحاجات دي، المخ مطلصم من هذه الناحية. هل جاء المسيح في رحاب من رحاب الزانية التي ساعدت يسوع في سقوط أريحة؟ أي نعم، جاء من رحاب، ورحاب دي تيتا للمسيح زي ما قلت هنا قبل كده. تيتا رحاب، وتيتا تبقى تيتا للمسيح، لأنها المسيح عاوز يقول أنا مش مستعر من أن أي إنسان خاطي، لأن طبيعتكم كلها كانت خاطئة. فلما يجي حد في سلسلة أنساب السيد المسيح هذا، فمحدش يا جماعة يستغرب ان زكريا بطرس بيهن به الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لانه قبل كده اهان ربه اللي بيعبده وخلاه من نسل ساقط. وبالمعنى البلدي ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. فهل يعقل ان الاله اللي حرم الزنا في الكتاب المقدس يختار انه يكون من نسل زناه؟ وده مناقض للنص اللي جه في سفر التثنية، واللي بيقول لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. وأسأل سؤال لصديق المسيحي، إذا كنت أب هل ترضى إنك تجوز بنتك لشخص زاني أو أبوه زاني؟ دي الفترة اللي بترفض المنطق ده، لأنه لما يجي عريس لبنتك بتسأل عنه علشان تعرف إنه كويس أخلاقيا ولا لأ، وإنه هيحافظ على بنتك أو لأ. فهل تصدق ان المسيح جه من نسل ساقط؟ واحب اقول لك يا زكريا ان افتراءك وسبك لنبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم مش هيأثر على سيدنا محمد ولا على دعوته، بالعكس النتائج بتيجي عكس ما انت بتتوقع، واتباعك اللي بيسمعوك بيكون عندهم الفضول انهم يعرفوا عن سيدنا محمد اكتر واكتر، فيؤمنوا بيه وبرسالته لما يعرفوا اكتر عن اخلاقه وعدله ورحمته وتكريمه للمسيح وامه السيدة العذراء مريم. وإذا ما أمنوش بسيدنا محمد على الأقل بيحترموه وبيقدروه زي الكثير من المستشرقين اللي أنصفوه في كتاباتهم. ومهما بلغ استهزائك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا واثقين من وعد ربنا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد. فأسأل الله أن يعجل بالانتصار لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعز الإسلام وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.